معكم دكتور أحمد سمير. هنستكمل رحلتنا في Restoration of Endotreated Teeth. النهارده هنكمل جزء كان ناقص في محاضرة اللايف اللي كنت طلعناها المرة اللي فاتت، وإن شاء الله هنكمل جزئية الدكاترة زمايلنا كانوا بيسألوا عليها. بس هنراجع كده وناخد فكرة عن الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت، واتكلمنا في الكيس سيلكشن، واتفقنا ان بعض المشاكل اللي بتقابلنا في حالات البوست اند كور او ريستوريشن اوف اندوتريتد تيث هي الحالات اللي بالشكل اللي قدامنا ده، ودي واحدة من اصعب الحالات اللي ممكن تقابلنا، ان يبقى عندنا ريمينينج روت. الصعوبة مش في الحالة نفسها، ولكن الصعوبة بتكون في الديسيجن ميكينج، او هاو تو ريموف توث، او هاو تو ريستور. عندنا الريستورابيليتي من اكتر المشاكل اللي بتقابلنا، لان هي بيغلب عليها بعض الحالات ان الحاله تصلح انك تقدر تعمل فيها بوست اند كور، ولكن المشكله اللي بتقابلنا ان حاله بالشكل ده ممكن يكون فيها اوفر جروث من الجنجيفا، ممكن يكون في ريميننج روت انت مش قادر تحدد اذا كان ريستورابل ولا لا، ودي بتبقى المشكله الكبرى، لان انا ممكن اعمل ريستوريشن لحاله زي كده والكيس بعد شهور او بعد سنه او اقل شويه ممكن اتفاجئ ان هي فيها فيلير، ودي من اكبر المشاكل اللي بتقابلنا. ازاي ان انا اخد ديسيجن لحاله عندي ان الحاله دي تصلح للبوست اند كور؟ ازاي ان انا اعمل كيس سيلكشن بشكل سليم؟ ازاي نقدر يبقى عندي جايد لاينز امشي عليها واتبعها وكلنا نبقى متفقين عليها؟ ده اللي احنا اتكلمنا فيه المره اللي فاتت، وان شاء الله النهارده هنستكمل رحلتنا في البوست اند كور، وازاي ان احنا نقدر نتعامل مع الحالات اللي بتقابلنا بشكل سليم، وايه هو الريباوندنج اللي احنا هنعرفه النهارده ان شاء الله. دي سريع كده عن اللي احنا اتكلمنا فيه في جزئيه البوست اند كور، واتفقنا ان البري ابيكال اكس راي اللي هي متصوره بالبايسكتنج انجل تكنيك لا تكفي انك تقدر تحدد ان الكيس بتاعتك ريستورابل ولا لا، لان احنا في الريستورابيليتي بنعتمد على وجود البيولوجيكال ويدث بشكل كافي، اللي هو بيمثل حوالي 2.5 مللي تقريبا في الحالات النورمال، ولكن هنحتاج اكتر من كده شويه، هنحتاج حوالي 3 مللي في الحالات اللي فيها فراكتشر او كلاس 2 زي ما احنا شايفين في الصوره اللي قصادنا دي. وزي ما احنا عارفين ان الاكس راي بتاعتنا معرضه لمشكلتين، مشكله الالونجيشن او الشورتنينج، وده اللي بيتدرج بعد كده لمشكله اكبر، وهي ان الالفلا كراست بتاعنا مكانه بيتغير. يعني انا ممكن اصور اكس راي لبيري ابيكال بيري ابيكال ريمينينج روت، الاقي ان الالفلا كراست بتاعي مكانه الليفل بتاعه متغير، ممكن يبقى الليفل بتاعه قريب جدا من الريمينينج ساوند توث ستراكشر، ممكن يبقى بعيد جدا عن الريمينينج ساوند توث ستراكشر، وده نتيجه اختلاف الانجليشن بتاعت الاكس راي واللي بينتج منها الونجيشن او شورتنينج. فبالتالي لو انا حابب ان انا اعرف بالظبط فين مكان الالفلا كريست، فانا مضطر ان انا اصور حاجه اسمها البايت وينج تكنيك، اللي انا هقدر احدد فعلا منه فين الالفلا كريست. اتكلمنا عن كل الكلام ده المره اللي فاتت، وقلنا ان البايت وينج اكس راي اللي احنا شايفينها دلوقتي في الصورة اللي قصادنا دي هي اللي بتحدد لي فعلا الالفلا كريست مكانه فين exactly، وده لان الاكس راي بيم بيبقى parallel to each other and perpendicular على الالفلا كريست بتاعي، علشان كده بيظهر عندي في الاكس راي الالفلا كريست بشكل واضح جدا في البايت وينج. طبعا كنا اخدنا فكرة عن بعض الحالات اللي ممكن تقابلني، ومن ضمن الحالات اللي انا ممكن اتعرض لها في الكلينيك عندي هي الحالات اللي بالشكل اللي قصادنا ده. دي حاله من ضمن الحالات اللي فيها دانسينج روت، اللي قلنا عليها الدانسينج روت، والدانسينج روت دي من الحالات اللي فيها مشكله شويه بتقابلني ان انا ما اقدرش اعمل فيها بوست اند كور، لان هنا ممكن ينتج عنها بيرفوريشن في الروت بتاعي، وبالتالي دي واحده من الحالات اللي انا ما اقدرش اتعامل مع تحت بوست. ممكن اعمل لها ان كراون، ممكن ان انا اعمل لها ريب بوندنج، وده اللي احنا هناخد فكره عنه النهارده ان شاء الله. كنا برضو اتكلمنا على فكره انك ازاي تقدر تحدد ان الحاله بتاعتك محتاجه دايركت ريستوريشن، او الحاله بتاعتك هتحتاج اندو كراون، او هتحتاج بوست وكراون، وده اتفقنا ان الجايد لاينز بتاعتنا هنا هتكون هو عدد الريميننج وولز اللي باقي والثيكنس فور ايتش وول، ودول التو جايد لاينز اللي احنا هنمشي عليهم في الكيس سيلكشن بعد كده.
يعني اي حاجه هتقابلنا في العياده هنبتدي ان احنا نشوف النقطتين دول، ودول اهم نقطتين هنتعامل معاهم، number of remaining walls و remaining thickness for each wall. اوكي، وبالتالي هنقدر نحدد انا الريستوريشن بتاعتي هتكون دايركت ريستوريشن ولا هتكون بوست كراون ولا هتصلح ان هي تبقى اندو كراون. طبعا لو انا عندي كيس زي ما اتفقنا كده عن بعض الحالات اللي ممكن تقابلني، ان ممكن يكون عندي كيس فيها الفور ريميننج وولز موجودين ولكن الثيكنس فور ايتش وول لا يتعدى الملي واحد او ملي ونص. في الحاله دي انا مضطر ان انا اعمل بوست وكور وكراون، لان هنا الملي ونص اللي باقي ده ليه ان انا اعمل فيه preparation to receive a crown، لان انا لو عملت preparation في الملي او الملي ونص اللي باقي ده من الولز دي كلها، فانا كده بالتالي هطير الولز دي كلها ومش هيبقى عندي غير الكور ماتيريال اللي هي اكيد مش هتستحمل الفورس بتاعت الايه اللي نازله عليها من الكراون. وطبعا الاختلاف عندنا في الريستوريشن اللي انا هعملها ابلكيشن في البوست سواء كان كاستم ميد او ريدي ميد، وقلنا ان احنا بنروح كاستم ميد او امتى انا بروح اشتري بدله تفصيل مثلا وامتى بشتريها جاهزه. اكيد بعمل بدله تفصيل لو انا مشيت، وبالتالي نفس النظريه دي هنطبقها. يعني لو حضرتك عندك كيس فيها more than 50% loss of tooth structure، او كيس فيها extremely flared canal، او كيس فيها immature tooth او immature canal، يعني canal very large tubular canal، او child حصل له trauma في سن صغير قبل maturation بتاع الروت، فانت اكيد هتقابل حاله فيها very large canal، حاله فيها very wide canal. فبالتالي الحالات دي لا يصلح معاها ان حضرتك تعمل ريدي ميد بوست، لانك مش هتلاقي ببساطه مقاس البوست ده او مقاس الكنال دي. وطبعا قعدنا سريع عن الدريلنج وازاي نختار الدريل بتاعنا، وكنا شفنا فيديو عن الكاستمايزيشن للروت كنال وازاي نقدر نعمل روت كنال كاستمايزيشن بان احنا بنستخدم ماستر بوست وبنعمل سيمنتيشن الاوكسيلري بوست معاه، وكنا شفنا فيديو كده. طبعا مش هننسى او مش هنغفل عن حاجه اسمها الجلاس فايبر بوست، اللي هو اسمه كاربون فايبر بوست. ده مسمى قديم شويه يمكن للجيل الجديد او الدكاتره الصغيره اللي لسه يعني ذا جرادز او لسه بوست جرادز حديث التخرج، يعني مش عارفين او ما شافوهوش. وده كان اسمه كاربون فايبر بوست. الكاربون فايبر بوست ده كان حاجه ظهرت قبل الجلاس فايبر بوست، ليه نفس المودولس اوف الاستيستي تقريبا، ولكن كانت مشكلته انه لونه جراي او لونه بلاك زي ما احنا شايفين في الصوره كده. فطبعا ده ما كانش خالص الحاجه اللي حضرتك عايز تعمل فيها اول سيراميك كراون، واذا كان كمان جلاس سيراميك كراون يا سلام، ده هيبقى لونه باين جدا من تحت الكور ماتيريال، واكيد لونه هيبقى فيه شادو تحت الكراون بتاعك. فطبعا ده اتسحب تماما من الماركت، واللي موجود دلوقتي هو الجلاس فايبر بوست. طبعا زي ما احنا شايفين في الصوره هنا، ده الجيتس جليدن دريل، وده البيسو ريمر او البيسو دريل بتاعنا. ولما بنيجي نشتغل preparation for post، محدش يستعمل الجيتس جليدن في البريباريشن، عشان دي غلطة وخطأ دايما بشوفه من بعض الزملاء او بعض الدكاترة اللي لسه حديث التخرج، انه هو الاقيه شغال بالجيتس جليدن دريل بيعمل دريلينج او بيعمل فليرينج للكنال تو ريسيف ا بوست. طبعا الجيتس جليدن هو دوره حاجة واحدة فقط، شغله مينلي في الاندو، بنعمل بيه كراون داون او بنعمل بيه فليرنج للاورفيس او بنعمل بيه اورفيس اوبننج، ودوره في الكراون هو جيت واي اوبننج، ان هو بيفتح لك الممر او الطريق بس علشان تقدر انك تعمل دريلنج جوه الكنال بتاعتك. انما لو حضرتك هتستخدم البيزو ريمر، فهو الدريل اوف تشويس بتاعنا في شغل البوست اند كور، وهو يعمل لك دريلينج بشكل افضل، لان ببساطه الوركينج بارت بتاعه اكبر بكتير جدا من الوركينج بارت الخاص بالجيتس جليدن دريلز.
طبعا دي اللي قدامنا هنا الجايد لاينز اللي احنا بنتعامل معاها في حالات البوستن كور او الكاستم ميد بوستن كور. ازاي نقدر نعمل دريلينج بشكل سليم في حالات الكاستم ميد بوستن كور. وطبعا زي ما احنا شايفين من ضمن الجايد لاينز بتاعتنا ان احنا بنسيب من 3 ل 5 مللي ابيكال جتابرك. وطبعا ده يعني شرط ان احنا نحافظ على الكالسيل بتاعنا، لان موجود اكسسوري كانالز كتير جدا في الابيكال بارت من الروت، وعلشان كده بنسيب من 3 ل 5 مللي ابيكال بارت اوف جاتا بيركا، وبنعمل دريلنج للريميننج 2 ثيردز اوف ذا كانال. يعني الكانال بتاعتنا ببساطه لو كان الوركينج لينث فيها حوالي 20 مللي، فانا بعمل دريلنج ل 15 مللي. الجزئية دي اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت، ولكن هراجعها برضو دلوقتي علشان بعض الزملاء اللي ما كانوش عارفينها، وهي جزئية ان احنا بنشيل قد ايه من الجتابركة اللي موجودة وبنسيب قد ايه، وخاصة في الحالات اللي انا مش عامل فيها اندو. يعني بعض الحالات بتجيني اوريدي عاملة اندو خارج الكلينيك او عاملة اندو في عيادة اخرى، فبالتالي انا مش عارف الوركينج لينث قد ايه بالظبط. وبالتالي هنا في الحالات دي انا بعمل حاجة اسمها استيميتد وركينج لينث، يعني بعمل طول افتراضي او بعمل دريلنج لطول افتراضي في الكنال. الكنال بتاعتي لو كانت مثلا او التوث كانت ابر سنترال مثلا، فانا بعتبر ان الابر سنترال طوله حوالي 20 مللي، فببتدي اعمل دريلنج لحوالي 15 مللي. لو جالي حاله فيها الكراون مش موجود اصلا، يعني هي عباره عن ريميننج روت، فهل هنزل برضو 15 مللي دريلنج؟ اكيد لا. في الحالة دي أنا بعمل subtraction للكراون، يعني بطرح طول الكراون من ال 15 مللي اللي اوريدي أنا المفروض أنزلهم. بعتبر طول الكراون حوالي من 5 ل 6 مللي، يعني لو قلنا إن هو 5 مللي فأنا كده هنزل في الريميننج رود ده حوالي 10 مللي. وبالتالي هطبق نفس النظرية على معظم الأسنان اللي عندي، وأطبق نفس النظرية على الحالات اللي فيها تشيبينج أو فراكتشر. يعني البيشنت لو جالي عنده تشيبينج أو عنده فراكتشر في الأباطمنت بتاعتي، فأنا بالتالي هطرح الجزء اللي تشيبت من ال 15 مللي بتاعتي. لو واحد جالي عنده الأبر سنترال في نص الكراون تشيبد مثلا، فأنا هنزل في الكنال قد إيه؟ هنزل تقريبا حوالي 12 مللي في الكنال. دي جزئية مهمة جدا اللي بنسميها الـ استمايزيشن فور دريلينج، أو إن أنا بعمل دريلينج على استيميتد وركينج لينس. نيجي على جزئية مهمة جدا، وهي جزئية الفيرل. الفيرل بنسمع عنه وقلنا إن الفيرل ده حاجة مهمة جدا، وده بيمثل البراسلت أو بيمثل الريينفورسمنت للروت سيركمفرنس بتاعي، وده بنعتبره ان هو يعني فينش لاين، او بنعتبره عباره عن براسلت هو الريينفورسمنت للروت ستراكشر بالكراون ستراكشر بتاعتي. يعني انا دلوقتي لو جات لي حاله فيها ريميننج روت، وجيت رحت عامل فلاتنينج للريميننج روت ده بالشكل ده، وبعد كده قمت موقف عملت دريلنج جوه الكنال، وجبت الكور بوست والكور اللي هو كاستم ميد، عملت لهم سمنتيشن، ووقفت الكراون بتاعي او ركبت الكراون على الكور ماتيريال بتاعتي تمام، بدون مع الفينش لاين على السيرفايكال اريا، او بدون ري انفورسمنت اللي هو بنسميه فيرل. بالتالي اي فرصه هتنزل هتبقى دايركتد على الروت، وتعمل لك اسمها فيرتيكال روت فراكتشر. طيب لو انا حبيت ان انا اعمل ري انفورسمنت بشكل افضل، يبقى اذا انا مضطر انزل بالفينش لاين بتاعي اول اراوند على الروت سيركمفرنس، علشان الكراون لما يجي يركب هيركب ويبقى واقف بالفينش لاين بتاعه على الروت سيركمفرنس من بره، بحيث ان الفورس اللي هتيجي هتتوزع بالتساوي على البوست وعلى التوث، في اكسف لود نازل على الاباطمنت بتاعتي تمام. طيب هنا دي صوره كانت موجوده في واحده من الابحاث او البيبرز اللي كانت معموله، وبتورينا قد ايه اهميه الفيرل بتاعي، واحنا اتكلمنا برضو عليها المره اللي فاتت، وقلنا ان الفرق بتاعي ممكن يبقى زيرو
ممكن يبقى 1 2 3. كل ما زاد طول الفرل كل ما كان الريزيستنس فورم افضل، كل ما كان الريزيستنس فورم افضل. وده هنا هنفرق ما بينها وبين الريتنشن. الريتنشن مش هو العامل اللي بيأثر عليه الفرل، ولكن الريزيستنس، ريزيستنس تو فراكتشر، زي ما شفنا في الصورة اللي فاتت وقلنا ان هنا ما كانش فيه فرل، فبالتالي حصل فراكتشر للرود. اذا وجود الفرل هيحميني من الفراكتشر وهيمثل ريزيستنس فورم بالنسبة لي. كل ما زاد طول الفرل كل ما زاد الريزيستنس. يعني اذا الفرل ايه هو؟ الفرل هو طول اللي موجود الفيرتيكال للاباطمنت بتاعتي. وفي نظريه بتقول لنا ان كل ما كان الفرل ما بين 3 ل 4 مللي يبقى اذا انا مش محتاج بوست، مش محتاج بوست. يبقى انا لو عندي الفور وولز موجودين او اتليست 3 وولز موجودين وعندي طول الفرل من 3 ل 4 مللي، انا مش محتاج بوست في الحاله دي، انا ممكن اعمل كراون دايركت. طيب احنا رجعنا قلنا ان الفرل طوله حوالي 1.5 2 مللي، ده اتليست علشان اضمن الريزيستنس فورم. طب مع بعض الحالات اللي بتقابلني في العياده بلاقي ان الفرل بتاعي لا يتعدى النص مللي، ما اقدرش اعمل فرل اكتر من نص مللي. طب ليه ما اقدرش اعمل فرل اكتر من نص مللي؟ لان الحاله بتاعتي فيها مثلا الفلا كريست قريب جدا من الريميننج ساوند توث ستراكشر، هضطر ان انا ادخل في كراون لينثرينج، هضطر ان انا ادخل في اورث اكستروجن، هدخل في بعض المشاكل اللي انا عايز اجنب البيشنت الجراحه مثلا او المشاكل دي. فاذا الحالات دي انا مسموح لي ان انا اعمل فيها فيرل نص ملي او احافظ على النص ملي بس فيرل، ولكن بشرط انه يكون في الميزيال والديستال وولز. يعني الفيرل بتاعي من 1.5 ل 2 مللي اتليست في البكل واللينجول، ولكن الفيرل بتاعي حوالي نص مللي مسموح لك بيه في الميزيال والديستال. وده ليه؟ لان الفورس بتاعتك الدايركشن بتاعها من البكل لللينجول، الفورس ما بتجيش ميزيال ديستال، بتيجي بكل لينجول. اذا محتاج فيرل اكتر في البكل واللينجول عن الميزيال والديستال. واتكلمنا على الدايركت امبريشن تكنيك اللي كان بالديورالاي. الديورالاي ده ريزن ماتيريال، ده زي الاكريليك ريزن كده، وده بنستعمله في الدايركت امبريشن، باخد بيه امبريشن للكنال وبيعمل له سكان وبيعمل له كاستنج. او الاندايركت تكنيك ان انا اخد امبريشن عن طريق الرابر بيز ماتيريال باستخدام واير او باستخدام اتش فايل، بدخله جوه الكنال وباخد الامبريشن بتاعي. وده كان شكل الاورثو اكستروجن او شكل السيرجيكال كراون لينثرينج اللي احنا شايفينه في بعض الحالات اللي ما فيهاش فيرل كافي ومضطر ان انا اعمل فيها فيرل. طيب نيجي على مفهوم او مسمى اسمه المونوبلوك. المونوبلوك هو حلم طب الاسنان، حلمنا ان احنا نعمل حاجه اسمها مونوبلوك. يعني ببساطه انا عايز اعمل structure واحدة، عايز التوث والريستوريشن acting as one unit. يعني الفورس اللي هتنزل على التوث او الريستوريشن هتبقى analyzed على التوث وعلى الريستوريشن بالتساوي، مفيش فورس نازلة بعنف على التوث اكتر من الريستوريشن او العكس. وبالتالي التوث والريستوريشن acting as a function واحدة as one unit، فبالتالي السرفايفر ريت بتاع الاباتمنت بتاعتي هيعيش مده اطول. طب المونوبلوك الحلم بتاعنا ده هيحصل ازاي؟ هيحصل لو حضرتك عملت سيمنتيشن بريزن سيمنت وعملت البوست جلاس فايبر بوست، وجيت رحت حاطط الكور بتاعتك ريزن كور او كومبوزيت ريزن كور، وبعد كده قمت عامل سيمنتيشن لاول سيراميك كراون وخاصه لو كان جلاس كراون اي ماكس. تمام، بس بشرط ان الحاجات دي كلها يحصل لها سيمنتيشن او يعني يحصل كيورينج او بوليمرايزيشن لكل الريزن اللي انت استعملته ده مره واحده في نفس التوقيت ونفس الوقت. تمام، الكلام ده صح ولا غلط؟ او الكلام ده نقدر اصلا نحققه ولا لا؟ هل اقدر احقق فكره ان يحصل كيورينج او بوليمرايزيشن للريزن ماتيريال او الريزن سيمنت اللي انا بلزق بيه بوست مع الكور ستراكشر في نفس الوقت وانا بحط البوست؟
هل اقدر احصل على الفكره دي؟ الفكره دي يعني شبه مستحيله شويه، لان في مشكله عندك بتقابلك، هي انك بتعمل سيمنتيشن لريزن سيمنت في خطوه لوحدها، وبعد كده تقوم حاطط الكور ماتيريال في خطوه تانية لوحدها، فبالتالي الكونكشن او يعني الكونفرجن بتاع البوليمرز او المونومرز الموجود في الكومبوزيت ما بقاش واحد في نفس الوقت. ده حصل له كونفرجن او بوليمرايزيشن في تايم، وده حصل له كونفرجن او بوليمرايزيشن في تايم تاني، وبالتالي الكونكشن ما بينهم او الانترفيس ما بقاش جود بوند او جود انترفيس، يعني ما التحموش كلهم او اتلزقوا كلهم مع بعض في وقت واحد، وبالتالي كلهم not acting as one unit. طب انا بتغلب على الموضوع ده ازاي؟ هقول لكم الطريقة اللي انا بتغلب عليها بيها دلوقتي، ولكن قبل ما نقول لكم الطريقة دي هقول لك ان في حاجة اسمها الريب بوندينج. والريب بوندينج دي فكرتها ايه؟ فكرتها ان هي بنستعمل بدل البوست مادة او شيتس اوف فايبرز عبارة عن بولي ايثيلين فايبرز. البولي ايثيلين فايبرز دي هنشوفها في فيديو دلوقتي. البولي ايثيلين فايبرز عبارة عن فايبرز امبريجنيتد في ريزن. شايفين الشيت اللي قدامنا ده؟ الشيت اللي قدامنا ده هيبقى شيت بنستعمله بديل للفايبر بوست اللي احنا شايفينه قصادنا ده. دلوقتي احنا طبعا هنجيب البولي ايثيلين شيتس، وهبتدي ان انا اعمل لها ويتنج بالانفيلد ريزن. هبتدي ان انا اعمل ويتنج للبوليإيثيلين شيت. اللي قصادنا ده اسمه ريلاي اكس يونيسام، ده بستعمله ك سيلف اديزيف ريزن سيمنت، بعمل بيه سيمنت للريب بوندينج. فكرة البولي ايثيلين الامبرجنيتد في الريزن هي ان البولي ايثيلين فايبرز اللي موجودة اثناء الكونفرجن او اثناء البوليمرايزيشن، اولا الشرينكج
ما بيبقاش بالصورة اللي موجودة في الكومبوزيت العادي بتاعتي، فبالتالي أي فورس بتنزل عليها بتعمل كاشن أو ريزيلينس للماتيريال بتاعها بيعلى. هنا بنعمل باكينج للبوليثر، وطبعا هنا بنستعمله كبديل للجلاس فايبر بوست، وهو البديل الامثل للجلاس فايبر بوست، وطبعا هيدينا سترينث او فراكتشر سترينث اعلى. في البوست احنا مش بنحتاج ان الماتيريال بتاعتنا يبقى فيها القوه العاليه جدا، انا محتاج ماتيريال يبقى ليها نفس المودولس اوف الاستي بتاعت التوث ستراكشر او بتاعت البون. انا مش محتاج حاجه يبقى ليها فورس عاليه جدا او فورس عنيفه جدا، انا محتاج ان الماتيريال بتاعتي تبقى ليها نفس الكاشن للتوث ستراكشر. هنا طبعا دي كانت دراسه اتعملت على مقارنه ما بين ثلاث انواع من الكور ماتيريال او الروت كانال ريستوريشن ماتيريالز، منها الجلاس فايبر بوست، منها الكوارتز فايبر بوست، منها الريب بوندنج. وزي ما احنا شايفين هنا الدراسه دي بعد ما اتعمل انسرشن او بعد ما الروتس اتعمل لها اميرشن في ليكويد بلو ليكويد، فطبعا زي ما احنا شايفين بعد الكروس سيكشن موجود الريب بوندنج. هنا الصوره بتاعته واضح ان مفيش اي انفلتريشن للليكويد بتاعي خاصة في الابيكال بارت، وده اهم جزء احنا بنحتاجه ان يبقى فيه جود سيل علشان ما يحصلش ري انفكشن تاني وفلير اب. هنا في حالات الكوارتز فايبر او جلاس فايبر بوست في الابيكال بارت اللي هي اول صورة فوق خالص، زي ما احنا شايفين الداي انفلتريشن او اللون التصبغ اللونه ازرق ده ابتدى يظهر اول اراوند البوست بتاعي، فبالتالي الجزء ده اكيد موصل فيه بعد كده في بعض الحالات اللي فيها فايبر بوست. علشان كده بنقول الريب بوندنج ده الايرا الجديده دلوقتي للروت كانال فيلينج ماتيريالز. فايبر بوست سيمنتيشن زي ما احنا اتكلمنا دلوقتي، قلنا ان احنا علشان نقدر نعمل سيمنتيشن بشكل سليم، السيمنتيشن بتاعنا بيبقى عن طريق استخدام السيلف ادهيسيف ريزن سيمنت اللي في صورة كبس او في صورة سيرنج اوتوميكس. انا صراحة بفضل السيرنج الاوتوميكس، ما بفضلش كبسولز، لان الكبسولز كمية بتبقى صغيرة جدا وبتبقى سريعة جدا في السيتنج بتاعها، ما بتخلكش تقدر تتحكم في الوقت اثناء السيميشن. وطبعا السيلف اديسيف ريزن سيمنت ماتيريال في منها انواع كتير او شركات موجودة، من ضمن الشركات الاشهر في اللي طبعا طول الاسام اللي هو بتاع شركه التينا، وطبعا ال اكس يو 200 اللي هو بتاع شركه ولكن بصراحه علشان فكره الملك انا ما بحبش ان انا اعمل سيمنتيشن برنزيمنت اطول حاجات بماده مختلفه. طول البوست مهم جدا في نجاح الحالات بتاعتنا، وطبعا زي ما احنا شايفين هنا في الصورة ان هنا البوست بتاعنا في السايد الرايت سايد طبعا شورت، والبوست بتاعنا هنا في الليفت سايد لونج. احنا مش عايزين البوست يبقى اوفر اكستندد ولا عايزين البوست يبقى اندر اكستندد.
اوكي. فبالتالي هنا احنا عندنا يبقى إذن لما أنا بقول إن أنا عندي ماتيريالز مختلفة عايز أختار ما بينهم، الماتيريالز المختلفة دي لو كانت مثلا فايبر بوست أو كانت ميتال بوست أو كانت زيركونيا بوست، فإذا أنا هنا بعمل إيه؟ بختار ماتيريال ليها نفس المودولس أوف إلاستيستي لتوث ستراكشر. يعني أنا بختار فايبر بوست هو افضل حاجه، الريب بوندنج طبعا افضل حاجه، ولكن الميتال والزيركونيا بحاول ابعد عنهم بقدر الامكان لان هم ليهم مودولس اوف الاستيستي اعلى بكتير جدا من التوث ستراكشر، وبالتالي انا هنا معرض ان التوث بتاعتي يحصل لها فراكتشر بسهوله. في بعض الحالات اللي ممكن تقابلني فيها بعض المشاكل، زي الحالة اللي حد فيها عامل drilling inside the canal without endo treatment، أو زي الحالة اللي فيها very short post inside the canal والكراون طبعا طوله أطول من البوست، فبالتالي واخد البوست ونازل بيه. وطبعا البديل الاحسن والاجمل بالنسبه لنا هو الاندو كراون، وده اللي بنسميه بوستلس كور اند كراون، وده بنلجا له طبعا في معظم الحالات اللي فيها enough tooth structure او فيها remaining thickness at least في التو opposing walls اللي هم البكال واللينجوال كافي علشان نقدر ان احنا نستعمله كبديل للبوست والكور في الحالات اللي فيها مثلا حالات فيها calcified canals او الحالات اللي فيها fractured فايل مثلا، او الحالات اللي فيها narrow canals. الحالات دي كلها ما بيكونش الحل اللي فيها غير للاندوكراون فقط. بكده نبقى خلصنا جزئية البوست اللي انا كنت حابب ان انا اقولها لكم، وكملنا بيها رحلتنا في restoration of endo treated teeth. أتمنى تكون مفيدة ليكم وأفادتكم بشكل كافي، ودلوقتي تقدروا تحددوا وتعملوا كيس سيلكشن لحالاتكم بشكل كويس، نقدر نحدد الريستورابيلتي للحالات بتاعتنا ونشوف مين اللي نقدر نعمل فيه بوست، وإيه الحالات الريستورابل وإيه الحالات اللي هتحتاج اكستراكشن أو هتحتاج ريبليسمنت باي امبلانت. أتمنى أشوفكم في لايفات تانية كتير إن شاء الله. شكرا ليكم وتصبحوا على خير.